مرحبا، اليوم رح نحكي عن 5 أسباب تدفعك لشراء سيارة جديدة من الشركة. الكفالة المصنعية. أهم ميزة عند شراء سيارة جديدة هي الكفالة المصنعية، فهي ضمان على خلو المركبة من أي عطل وضرر بتصير نتيجة خلل في التصنيع، وإذا لا سمح الله كان في أي خلل بتم إصلاح العطل أو القطع اللي تضررت نتيجة هذا الخلل بحسب تعليمات المصنع وعلى حسابه. أصل وفصل السيارة وتاريخها. واحدة من أكثر الأشياء اللي بتشجعك على شراء سيارة جديدة هو أنك بتكون عارف بالضبط تاريخ السيارة ومطمن أنك أول واحد بيستعملها، وما بتكون قلقان إذا فيها مشاكل خفية وإنها مارة بأي حوادث، وهيك بتضمن راحة بالك. مواصفات وتجهيزات مناسبة للبلد. السيارات اللي أصلها من الوكيل تنطلب حسب مواصفات البلد من تضاريس، مناخ، مقاييس ومعايير مصممة للبلد، وهي الأشياء ما بتقدر تشوفها بس بتحس فيها مع استعمال السيارة. مثلاً السيارات المستوردة من الخليج مجهزة بمواصفات للبلدان الحارة جداً، وبالتالي التدفئة فيها ضعيفة مقارنة بالسيارات المجهزة لبلادنا، وقيس على هيك. صيانة وتصليح قليل. السيارات الجديدة بتحتاج لصيانة أقل وبالتالي تكلفة أقل خلال فترة امتلاكك للسيارة، خاصة إذا كنت ملتزم بالصيانة الدورية في مواعيدها المحددة ودائر بالك على سيارتك. كمان الشركة بتوفر مراكز صيانة وفنيين مهرة لتضلها سيارتك جديدة دائما. إمكانية طلب المركبة بتجهيزات إضافية وكماليات أصلية. تقدر تجهز سيارتك بالشركة بالإكسسوارات والإضافات الأصلية اللي بدك إياها حسب طلبك وذوقك.